السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل المتابعين بالدنيا. ومثل ما علمناكم كل يوم قصة رعب جديدة. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا. أغلبنا سمعنا بنباش القبور، ناس تقول نباش القبور هو عبارة عن حيوان، وناس تقول هو عبارة عن أسطورة، وناس تقول انه هو جن، وناس تقول انه هو انسان وينبش القبور حتى ياخذ اعضاء الموتى او يدفن سحر. قصتنا اليوم من مقبرة، شخص يشتغل داخل مقبرة. يقول كنت اشتغل بداخل المقبرة وكنت اشوف نوبات قدامي، اشياء بالليل وخيالات. كنت دائما احصل نفسي وانا اشتغل بالمقبرة، لغاية ما بعد ما تحملت انه اني اضل، وقمت اجي بس في فترة الصبح لحد الظهر او العصر وارجع للبيت. لكن المقبرة بيها فلوس، يعني هاني اشتغل شغل جيد هناك. الشخص هذا اسمه عباس، وانا راح اخذ الدور بمكانه. اسمي عباس واشتغل بالمقبرة. كنت اشتغل بالمقبرة ابني القبور واصلح القبور المهدومة، ونوبات الناس والأهالي اللي يجون يزورون أقاربهم أو أخوانهم أو أبهاتهم بالمقبرة، يطلبون من عندي أنه أنا يعتني بالقبر وهم يعطوني فلوس. يوم من الأيام العصر ردت أطلع من المقبرة ودخلت جنازة للمقبرة، وراهم سيارات اثنين، الجنازة محطوطة على سيارة كبيرة، وهاي الجنازة كانت الأمرأة، لأن كانوا مغطين التابوت مالها بغطاء لونه أسود. واللي سويته أنا انتظرت وقلت هذا رزق، وما كان أكو أحد بالمقبرة غير بس أني. فاللي سويته هنا أنا رحت يمهم ووقفت وساعدتهم بالدفن، وورا ما كملت واحد جرني على صفحة وسألني وقال لي أنت شقد تاخذ على بناء القبر؟ ترى إحنا نرجع بعد 7 أيام لهنا وأريد القبر مبني. اتفقت على مبلغ وياه، وقلت اني فد يومين وابني القبر لهم قبل لا يجون وارتبه، وحتى شوفت الصورة بذاك الوقت للقبور اللي اني مسويه، عجبت الصورة وقال لي اريد نفس هذا الطراز او نفس هاي الديزاين لكن باسم الميت مالنا فقط. وجبت قطعة كبيرة اني من الحجر وكتبت عليها اسم الميت وخليتها، وبعدها طلعوا هم واني هم طلعت وغادرت. وباليوم الثاني قعدت وتوجهت المحل اللي يسوي المرمر وطلبت من عنده الاسم والتاريخ مال المرأة المتوفية، ومباشرة بدأ بالعمل وقال لي باكر يكونون جاهزين. المهم ثاني يوم هم رحت عليه الصبح لكن لقيته ما مجهزين، وقال لي انتظر بعد ساعة يجهزن. ومشت الساعة ومرت واخذت الغراض وطلعت. طبعا هيج غراض ما اقدر اخذها للبيت، لازم اوديها مباشرة للمقبرة، حتى اذا ما ابني راح بس اخليهن وثاني يوم اجي اكمل. دخلت المقبرة على المغرب وبديت امشي لغاية ما وصلت القبر. قلت بذاك الوقت هاني بس انزل الغراض وارجع. وصلت للقبر ونزلت الغراض على الارض، وبعدها قلت ليش ما اني اكمل هسه واخلص، وثاني يوم بس اجي ارش الاسمنت اللي خليته. نزلت العدة من السيارة والغراض، والليل حل علي. كنت مجهز امري وجايب وياي اضاءة، او تقدرون تقولون هاي الاضاءة ما انزلها من سيارتي. المهم طلعت الاضاءة وجهتها على القبر وبديت ابني بيه. ويوم اللي بنيت وكملته وجهزته رحت ليغاد عن القبر، وصلت يم السيارة كان عندي مي بالسيارة حتى أغسل أدي وقود سيارتي وأطلع. اللي صار هنا واللي حدث، أنا جاي أغسل سمعت صوت وراي، والصوت كأنه شخص جاي يحفر، لكن ما يحفر يعني بآلة أو كرك، لا كان يحفر بإيده. شايفين الكلاب لمن تحفر الأرض أو تنبش هيج تماماً. اللي سويته أنا مباشرة التفتت على القبر، لقيت شخص واقف وشخص ثاني شكله غريب جدا، كان قزم بإذان طوال حلقة كبير. المهم أنا من شفتهم اتبسمرت
عن الحركة، وهذا اللي كان واقف ناظر عليه، والثاني وقف عن نبش القبر. فالقبر بذاك الوقت كان شوية يعني متسطح وناصي. شفت هذا القزم مثل اللي يتمدد ويبدي يرفع برأسه ويناظر علي، لغاية ما تحرك حركة سريعة وصار ورا المرمرة الواقفة. القبر كان بهالشكل هذا، يعني هاي عالية وهاي ماتة ناصي. فاللي صار هنا أنا أول ما شفته هاني ما أعرف صار بي، ظليت واقف وما أعرف شو أسوي. قمت أقرأ آيات من القرآن بداخلي وارتعبت جدا، وقلت خلص هذولا يمكن جن. صعدت بالسيارة وانطلقت بكل سرعتي، حتى غراضي عفتها على الأرض، ورجعت للبيت مصدوم ومنهار من اللي شفته. وتلقتني زوجتي وعرفت بي انه انا صاير الشي، قالت شبيك حتى لونك مخطوف. قلت لها شفت كذا وكذا. قالت لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت ايش عندك رحت بالليل يا رجال؟ قلت لها رحت بس على اساس ادب الغراض، بس ما اعرف شلون غيرت رايي وقلت خلي اكمل شغلي احسن. المهم قالت بعد لا تروح المقبره بالليل ابد. وثاني يوم الصبح خابر علي الرجل هذا نفسه وقال لي ها سويت؟ قلت له القبر مالكم بنيته وكملت، وان شاء الله تجون تلقونه مبني. انا متعود انه دائما انظف القبر قبل لا يجون بيوم، فما حبيت اروح لان خفت من اللي حدث وياي. المهم اجى اليوم اللي هم يجون بي، ولما اجوي اتصل علي وكان مستاء جدا من عندي، ويقول لي هو هذا هم بناء هاي اللي حاطها انت واقعة والغراض ما قاعدات عدل، وليش انت كذا وليش كذا. ظليت احلف له بالتليفون واقسم انه انا سويت كل شيء. المهم قلت له خليك بمكانك اني جاي. قال ما راح اطلع الا انت تجي، انا انطيتك فلوس. المهم جيت اني وشفت الوضعية خراب، يعني شفت القبر بذاك الوقت محفور من عنده ونص من هذا الحجر اللي خليته او المرمر موجود بالداخل، أضافة إلى الجهة العالية اللي يصير عليها الاسم والكتابة ساقطة على الأرض ومقلوبة على الاسم والوجه الثاني. ظليت واقف وما أعرف شحات شي. جريته على صفحة وقلت له يا أخوي ترى المقبرة بها جن، وأنا جيت وبنيته بالليل وشفت كذا وكذا، وترى هاي مو من عندي، يعني هم اللي سووا هذا الفعل، ترى الجن موجودين. المهم لما قلت له هيك الرجال التمس لي عذر وقال لي خلص بس أنت صلح خطأك وإحنا راح نروح. المهم غادروا كلهم وراحوا، وأني رحت على شخص صديقي هم يشتغل هي الشغلة لكن بعيد يعني عني. رحت علي أدور بالمقبرة لغاية ما لقيته، طلبت من عنده إنه هو يساعدني ببناء القبر. قال تمام، وكانت يعني بعد الدنيا نهار. قال أخلص الشغل البيدي وجوياك. ظليت وياه أساعده لغاية ما صارت الساعة 1 الظهر، وتوجهنا ورحنا وبدينا نعدل، وانا كنت اسولف له وهو قام يضحك. قال نباش القبور هو نوع من انواع الجن، مجرد انه هو يحفر فوق القبر وخاصة ويا الجثث اللي مدفونة جديد، ودائما يجي على الجثث مال النساء، ما اعرف ليش يجي على هاي الجثث. حلفت له وقسمت انه كان واقف بصفه بشر. قال لي ذول اثنيناتهم جن، واحد من عندهم الشكل والثاني هم الشكل على شكل حيوان، يعني هسه نستنتج من كلامهم ان نباش القبور هو جن مو انسان. المهم قلت لصاحبي زين هو شنو اللي استفاده بحكم انه هو عنده معلومات عليهم. قال لي هو ما يستفاد اي شيء، مجرد يجي يخرب القبر على مود لما يجون اهل الميت يظلون مصدومين وخايفين لا اكثر. قلت له يعني بس هذا الهدف؟ قال لا اكو اهداف ثانيه، اكو ناس تسوي سحر للمقابر فيكون مكلف بحماية السحر هو نباش القبور، فلمن يحس انه السحر او العمل هذا راح ينكشف هو يحفر الارض ويطلع العمل. قلت له بس القبر هذا جديد وما معقولة مدفون ويا عمل. قال لا هو مو مدفون عمل، بس احتمال هو بس اجي يخرب لا اكثر. المهم استمرنا ببناء القبر واني أسولف وياه، نسيت الوقت لحد ما صارت الدنيا المغرب. وأول ما صارت الدنيا المغرب قال لي وصلني بالسيارة المكاني. استحيت من عنده أقول له أنه أنا خايف مرعوب روح وحدك. صعدت بسيارتي ورجعت المكان ورجعت بنفس الطريق اللي شفته
كان شيء غريب جدا. شفت ناس يم هذا القبر واقفين وعددهم كبير، ونسوان كانت تبكي وتنعى. زين أهله كانوا يمه، أو هاي المرأة أهلها كانوا يمه، هذول منو؟ نزلت أنا من السيارة حتى أشوف، وقلت بلكي ألقي الرجل وأقول له خلاص ترى أني بنيته. اتمشيت وطبيت بين الناس اللي واقفين، وكانوا الزلم يعني والنساء مختلطين. قمت أمشي بيناتهم لغاية ما وصلت القبر، وشفت منظر ما أنساه نهائيا. شفت هذا القبر مقلوب قلب، يعني المرمراي اللي مخليها أني ومخريها من مكانها، والقبر منبوش. اللي صار هنا بي حسيت أنه جثتي ما أعرف إيش بيه، وحسيت ببرودة شديدة وقشعر بدني لغاية ما سألت اللي بصفي وقلت له ليش سويت بالقبر، ترى أنا تعبت عليه. ناظر بوجهي وضحك، قال أنت ما عليك، يلا امشي وروح من هنا. وهستوني افتريت أريد أمشي، لأن كانت نبرة صوت حادة وشكله ما أعرف شلون اندفعت. ويوم اللي اندفعت سقطت على وجهي، وبعدها انجريت انحطيت بهاي الحفرة اللي هو نامشها. ما كانت كبيرة لكن ما قدرت أطلع من عدها بحكم ان هم واقفين فوقاي، وانا اصرخ بصوت عالي. واجا واحد قصير شكله غريب وحلقه كبير جدا، وبدا يلزم بوجهي ويلزم بجسدي، وكنت اوخر بي وصيح عليه واقول له لا تلزمني وتركني. وبعدها فقدت الوعي وما صحيت الا الصبح، ولما صحيت الصبح كنت يعني انسان شبه مجنون. عندل اهلي اتذكر زوجتي لكن كلامي غير منطقي، وهذا بعدين عرفته. المهم فأنا قمت أشعر أن أحد وياي، ودائما أحلم بهم، ونوبات نايم أنا وزوجتي على نفس السرير، أحس هو اللي نايم بجانبي. ولما أفتح عيوني أفز بوجه زوجتي، لا أشوفها تشبه شكل هذا الشخص اللي لزمني، وأقوم أصيح لا تلزمني وتركني. زوجتي كانت تلزمني وتهديني، لكن أنا أقول لها اتركني لا تلزمني، وهي تقول لي أنا زوجتك وكذا. بعدها تقرأ علي قرآن شوية وأهدأ، فقاموا يودوني دائما المستشفى مال مجانين، عبالهم صارت بي حالة نفسية. طبعا الدكاترة ما قصروا بعملهم، وكانوا ينطوني علاجات ومهدئات، كنت أنام على أثرها ساعات طويلة. يعني الأيام الساعات كنت أنساها، ما أعرف يعني نوبات أنام الصبح وأقعد الصبح ثاني يوم، أنام يوم كامل، نفسيتي تعبت. أروح الناس يقرون بالقرآن ورقات، لكن ما أعرف إيش بيه. ساعات أتذكر كل اللي يصير وياي، وساعات بس أضحك، وساعات بس أقول لا تلزمني وتركني. يعني صرت مجنون. بيوم من الأيام زوجتي وأقاربي، زوجتي وأقاربي ودوني الواحد يقرأ بالقرآن وراقي شرعي. وبعد ما حكت له زوجتي على اللي صار وياي، قال لها لازم أروح للقبر أو أشوفه. المهم أخذوني بذاك الوقت للمقبرة، وكنت أتذكر الطريق، وكنت حتى واعي وأحكي حكي مال الواحد عاقل، وكانت زوجتي تحمد رب العالمين وتشكره. دخلنا المقبرة تقريبا الساعة 2 الظهر. المهم فقمت أفتر وياهم بالمقبرة، وكل ساعة أدليهم بقبر وأقول لهم هذا هو القبر. وبعد شوية الشخص هذا يجي يقوم يدور حوالين القبر، أقوم أضحك وأقول له لا مو هذا القبر وكذبت عليك. وكل ساعة أوديهم المكان ثاني لغاية ما شفت صديقي جاي من بعيد. صرت مثل مجنون أشيل رمل من الأرض وأشمر عليه، أشيل حجار وأشمر عليه، وما أريد أتقرب وما أريده يجي. المهم هذا الشيخ اللي يقرب القرآن راح عليه وتكلم وياه، وقال له صاحبك ترى كذا وكذا، قال له سمعت بقصته وحزنان عليه. فاللي صار هنا الشيخ هذا اندل القبر الحقيقي عن طريق الشخص اللي أنا جبته يساعدني. المهم رحنا للقبر، وآني بهذا الوقت أقارب اللي جابوني ربطوا ودي في سبيل لا انهزم، وظلوا قايديني وانا امشي. لما وصلنا القبر ووقفوا كنت اقول لهم اتركوا القبر، انا صرت زين. المهم هذا الشيخ بدا يقرا قران قريب من القبر ويردد بايات قرانيه،
وأنا كان عندي صداع لغاية ما أني نطقت وقلت له أنه راح أترك جسده وأطلع، لكن أنت اترك القبر وما عليك ولا تتقرب عليه. وراها انغمى علي وما أعرف اللي صار لي، ولما قعدت لقيت نفسي بالبيت. زوجتي قالت لي أنت صار وياك كذا وكذا وكذا، سولفت لي كل الأحداث اللي كنت أسويها لغاية آخر شي. فهنانا مر اليوم طبيعي علي واني صرت زين، وزوجتي كانت فرحانة وحتى انا كنت فرحان، وكنت اتذكر الموقف اللي صار وياي سابقا لما دبوني بالحفرة. اللي صار هنا ثاني يوم لما قعدت انسان مجنون مرة ثانية، يعني الجن رجع علي مرة ثانية. سألوا الشيخ وقالوا له ليش كذا وكذا جاي يصير بي، قال لهم هذا القبر مدفون بسحر ولازم تروحون تتواصلون ويا أهل الميت، ولما تتواصلون وياهم يجيبون تصريح من الدولة إنه يفتحون القبر أو يدورون على السحر، وبعدها راح كل شيء ينتهي. طبعا بذاك الوقت الحمد لله والشكر رقمهم سيب عندي، لأن هم كانوا محافظتهم بعيدة، ولما أجوي آخر جاية بعد ما رجعوا مرة ثانية هو كان يتصل علي وأنا ما أجاوبه أبد. المهم ذاك الوقت تواصلوا وياهم أقاربي وإجوا وقالوا لهم حالته كذا وكذا صارت بعد ما سوى القبر مال المرة الميتة عندكم. هذولا راحوا وفتحوا القبر، ويوم اللي فتحوا القبر لقوا مدفون جوا سحر حقا، لقوا شعر مال مرة حقيقي وطويل ما أعرف منين جايبيه، ولقوا قطعة بيها دم، ولقوا أوراق وطلاسم وأوفاق وكلها هاي يعني مضرة للشخص اللي كانوا مسوي الهياء. وما لقوا مجرد سحر واحد، لقوا أكثر من 3 أسحار الناس مختلفين، لكن كل واحد بنمط يختلف. فالشيخ قبل لا يشتغل بالأسحار ويفكها طلب من عندهم أنه يجيبوني للمقبرة، وجابوني للمقبرة شبه مجنون. وأول ما شفت السحر ما اعرف اللي صار بي، زوجتي تقول لي انت قمت تبكي وتصرخ وتقول لهم عوفوه ترى اطفالي يموتون اذا فتحتوه. المهم الناس ما كانت تعرف اللي انا جاي اقوله، وبنفس الوقت انا ما كنت اتذكر كل هذا اللي صار وياي. هم اقاربي وزوجتي كانوا يقولوا لي انه صار وياك. المهم بعد ما فكك السحر وفتحه قرأ علي قرآن وغادر من عندي الجن اللي هو نباش القبور. وبالنسبة لأهل الميت اتفاجئوا من وجود السحر بداخل القبر مال هاي المرة، ومنو خلى السحر ما حد يعرف، وأحد الأسحار اللي موجودة الواحد أقاربهم. بذاك الوقت ما قدروا يتهموني إنه أنا خليته، لأن أنا كنت إنسان مجنون، وصح مو أنا اللي خليته، يجوز باليوم اللي تركته وعديته تخلى السحر. فمن هذا الحادث قمت أنا ما أشتغل بالمقبرة وما أروح. لكن يوم من الأيام كانت عندي سيارة تاكسي وأشتغل بيها، فإجى علي شخص وقال لي أريدك توديني للمقبرة أنا وعائلتي. المهم رحت ويا للمقبرة في فترة العصر، ما نقدر نروح في فترة الظهر لأن كانت حارة، هو ويا أولاده أصغار. رحت وياهم والرجل كان طيب، نزلت من السيارة وياهم وتمشيت بالمقبرة. ولما أقول لكم عدت فترة يعني كانت فترة كبيرة، وقفت وياهم وهم بدأوا يقرون القرآن وما أعرف شو يسوون للميت مالهم، وأنا ظليت واقف شوية بعيد عنهم. لما يخلصون أقول لهم يلا نروح. المهم عدت ساعة كاملة وهم قاعدين وبدت الشمس تغيب. المهم فبدأوا يلمون بغراضهم وبقعدتهم ويلمون على كيفهم ويصعدون بالسيارة. التفتت لقيت واحد واقف فوق مقبرة وكان يناظر بي ويتكلم كلام لكن ما جاي أسمع آني، يعني أشوفه أنه هو مثل اللي معصب لكن الكلام ما يطلع منه، ويأشر علي وما أعرف شو يقول. واللي صار هنا شفت شخص ثاني قصير ويناظر علي ويختل من وراء أحد القبور. اللي سويته أنا هنا مباشرة صعدت بالسيارة وقلت لعمي لازم نغادر ونطلع.
قال لي تعال لعساعدنا بالغراض. قمت أشيل بالغراض وأشمر وهو يقول لي على كيفك، لا تتكسر الله يهديه، كان جايب وياه نص غراض البيت حتى مواعين، وما أعرف الجايب حتى أكل هو وعائلته، ما أعرف شنو من نفسيته. المهم صعد وياي بالسيارة وقال لي أنت شبيك لونك انخطف. كنت كل ما أناظر بالمراية اللي بالجانب أو الفوقاية أشوف شخص يركض ورا السيارة ويتبعها وهم ما جاي يشوفونه. المهم يوم اللي وصلته لبيته نزله وعائلته مباشرة، هو ظل يتفاهم وياي على كروت السيارة، انطاني كروتي بذاك الوقت ورضاني وسألني وقال لي بس فهمني انت شبيك حتى لونك تغير والطريق كله اجي ساكت، وحتى لما تجاوبني باجابات غلط. قلت لعمي المقبرة متروسة جن، شفت 2 من الجن وانا كنت ممسوس. بعد هذا الموقف اللي صار بي انتكست حالتي، لكن قدرت اطلع من عدها بفضل رب العالمين والقرآن الكريم. وهنا أنا قمت ما أروح للمقبرة نهائيا لوش مهما ينطوني، حتى عندي أموات تابعين إلي يعني أقاربي، قمت ما أروح وما أوصل المقبرة أبدا، حتى بالنهار قمت أخاف أروح إلها وأنا رجال كبير. أخوان المقابر خطرة، لا تحاول أنه أنت تدخلها بوقت الليل أحسن إلك. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا لليوم. إذا عجبتك ادعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرنا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.